هذا ووصلت الوجبة الثانية من المساعدات العراقية إلى لبنان في رسالة تضامن ودعم. اللبنانيون ثمنوا موقف الحكومة العراقية. وجبة ثانية من المساعدات الطبية تصل إلى لبنان من العراق بدعم من الحكومة العراقية وهيئة الحشد الشعبي. فبعد وصول أول طائرة محملة بأكثر من 15 طن من المساعدات الصحية معززة بالكوادر الطبية، حطت طائرة ثانية بين مجموعة طائرات بمثابة الجسر الجوي إلى لبنان، محملة معها هي الأخرى 40 طن من المساعدات الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم هو الطائرة الثانية. هذه الطائرة هي مساعدة إنسانية وإغاثية تعبر عن تضامن الحكومة العراقية والشعب العراقي مع الشعب اللبناني في هذا الموقف الذي يتعرض فيه الشعب اللبناني لاعتداء صهيوني غاشم. الشعب العراقي والحكومة العراقية سبق وأن فتحت جسور إنسانية مع سوريا ومع فلسطين ومع كذلك مع تركيا ومع ليبيا، وهذه المواقف الإنسانية تعبر عن أخوة العراق ومواقف الشعب العراقي تجاه شعوب المنطقة. هذه هي المواقف تعبر عن اللحمة وعن القوة. والله للصراحة نحن كلمات الشكر ما عاد تكفي للعراق. كل العراق شو ما شكرنا العراق شو ما بيكفي، لأنه بالأوقات الصعبة فعلا لقينا خي حدنا، خي عم يشتغل بلا حسابات، عم بيقدم للبنان كل الدعم على كل المستويات. يمكن بقول الشعب اللبناني ممكن بأشياء بتجمعه وأشياء اللي بتفرقه. ارتياح رسمي وشعبي تحدث عنه وزير الصحة اللبناني بمؤتمر صحفي عقب جولة قام بها بعد توزيع المساعدات الطبية. المساعدة اللي اجت واللي هي كانت بمبادرة كريمة من حكومة العراق بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك معالي وزير الصحة، بعد التواصل مع يعني الحكومة اللبنانية، وكذلك كان لي تواصل شخصي مع معالي الوزير الحسناوي وزير الصحة العراقي، وأكدوا للبنان أنه الشعب العراق ودولة وشعبا دائما دائما واقفين بجانب لبنان، وخاصة بهالأوقات الصعبة اللي نحن عم نمر فيها. جسر جوي امتد من بغداد إلى بيروت، فبعد الطائرة الأولى طائرة ثانية تصل إلى مطار بيروت محملة بالمواد الطبية ليثبت العراق مجددا أنه إلى جانب لبنان مهما كانت الظروف. من مطار رفيق الحريري الدولي، لارا صالح، الإخبارية العراقية.